السلام عليكم. اتابلاتي باقي ما قلنا حتى حاجه وانت غادي دير تعليق. او حامد الله وشاكره. وزيد ولا بغيتي دير شي تعليق زوين ولا خيب حياتك هذيك، انا مزوج خلي غير مسافه الامان بينك وبين السيد ولا السيده الاخرى. اي نقصتر انا الوالد عندي عيت معاه كنقول له شوف هذا المرض راه خطر راه صعيب. الله يرحم لك الوالدين جلس والو اللي فراسو كيخرج للزنقه. قلت ندير ما ندير؟ نخلعو. الا خلعتو شويه غيتبت. قلت الوالد كاين ما نخزن منك، هاد المرض راه خطير والناس الكبار بالاخص خاصهم يتبتوا في الارض، راه سمعت في التلفزيون راه خطير بزاف الناس الكبار. مني قلتها ليه الوالد ولا يتفرج على راسو متحرك وديما لقى شاد ورقه وستيلو كيرسم. ها وليدي تعال تشوف واحد راسو ما درسهم. اما واحد جاري قال لي الشرقي كي داير الامور. قلت ليه اش غنقول لك، النسبه ديال الرجال صعيبه اكثر من النسبه ديال العيالات. قال لي ياك؟ قلت ليه ايه. الغد الراجل لبس البينوار ديال مرسو ولا كيخرج من الزنقه وكيدخل بالبينوار ديال مرسو، كان طلع للسطح كلقى كاين شرو كيصبن. اما واحد جداتي فيما كيبداو الندوه الصحفيه ديال وزاره الصحه كتعيط ليا، ها شرق تعال امالين كورونا جاو. خليك في دارك تحمي راسك وتحمي اولادك، وكيف ديما ضحكه وتبسيمه مع شوف تي في.